هنعمل النهارده فطاير الجبنه هنحتاج فيها ايه؟ سجلوا معايا المقادير لانها رائعه جدا. 5 كوبايات من الدقيق، تمام، يكون منخول، ضروري جدا ننخله حلو جدا. عندي معلقه كبيره من السكر، بيضه مفصوله، الابيض للعجن والاصفر للدهن، الابيض للعجن الاصفر للدهن. كمان عندي معلقه كبيره من الخميره الجافه، 80 مللتر او نص كوبايه من الزيت. عندنا كوبايه من الحليب اللي هو اللبن. عندي بقى للوش، للوش هنحتاج سمسم او حبه البركه او زعتر او حبوب كمون او حبوب شمر، الحبوب اللي انت تحبي نكهتها اعمليها. نحمصها شويه بس في طاسه. كمان عندي خل، لبن، وصفار البيضه اللي احنا اوريدي هنا اسمنها، يعني هتبقى معاكم حلوه. واي نوع جبنه انت تفضلي احشي بيها، اي نوع حشوه انت تفضلي احشي بيها. انا النهارده هحشي بجبنه كريمي. هاخد، بصوا بقى، ناخد الدقيق اهو، الدقيق بتاعنا كده، السكر، ملح، الايه، الخميره، والزيت، وبياض البيض، وتقليبه حلوه جدا. وبعد كده نبتدي نضيف الدقيق بتاعنا بالراحه. يلا بينا. طيب خليني اشوف هي عايزة عجنة حلوة جدا، ما نزودش عن المقادير دي. بصوا هي بس عايزة تتعجن كمان اكتر. العجينة بتاعتنا بعد ما بتطلع بنخليها ترتاح حلو جدا، والجبنة الكريمي اللي انا هعملها زي ما انتم شايفين اهي بالشكل ده، يعني دي الجبنة ودي العجينة بتاعتي بعد ما بترتاح. طيب بعد ما بترتاح بخليها قد ايه؟ بخليها 10 دقايق، ربع ساعة، ترتاح معايا يعني شوية حلوين، بس ارش شوية دقيق. خلينا ناخد الدقيق اللي هنا، حاجة بسيطة لأن أنا مش محتاجة دقيق. هقسمها على 2 أهي، هقسمها على 2 وهعمل كورتين بالطريقة دي. حلو، ونعمل كورة تانية. بعد ما بنريحها طبعا هي فيها خميرة، فبالتالي ضروري جدا بتلاقوها ارتاحت معانا وبقت حلوة قوي قوي قوي. بعد ما بعملها بالشكل ده، تمام، عجينة العجينة حلوة قوي، بقت متماسكة معايا ونعمة في نفس الوقت، بخليها مدة 5 دقايق، 10 دقايق، ربع ساعة، يعني بس ما عديش الربع ساعة أقصى حاجة تكون العجينة بتاعتي ارتاحت. أرجع أخدها وأعملها كور وأخليها تاني على جنب ترتاح 5 دقايق. فرضا أني أنا ريحتها ال5 دقايق، هبتدي أهو بالشكل ده، أفردها بالطريقة دي. عايزين نعملها كده. خلينا نجيب شوية دقيق كمان، بس مش كتير، مش عايزة الدقيق يبقى معانا كتير قوي، هو حاجة خفيفة خالص وهتبقى معاكم حلوة جدا. اهو، رشة بسيطة خالص بالطريقة دي، عايزاها رفيعة تماما اهي. هنعملهم على شكل وردات، هيبقوا معانا حلوين قوي وكده. واسيبها وناخد التاني. بصوا يعني، بصوا بتعملوها بطريقة سهلة جدا وسلسة جدا، بتبقى فطاير قطنية هشة حلوة قوي معاكم. بس اهم حاجة في الموضوع انها تتساب تستريح المدة بتاعتها، ضروري ما بين كل مرحلة ومرحلة بنريحها شوية حلوين اهي بالشكل ده. كده انا عندي ايه؟ عندي الاتنين جاهزين خلاص، يعني عندي العجينه جاهزه معايا جدا. هاخدها واقلبها على الناحيه التانيه اللي في النص، وانزل بالجبنه بتاعتي اهي. خلينا نزود شويه كمان، ننزل بالجبنه. اي نوع جبنه عند حضرتك ممكن تستعمليه عادي جدا، براحتك خالص، يعني اي نوع ممكن تعمليه اهي. كمان شويه وخلاص، وابتدي اقفلها، هقفلها كلها بالشكل ده، هقفل الدايره بتاعتي بالطريقه دي. ما تكتروش دقيق عشان كده، عشان نعرف نقفلها ونبتدي نبطط فيها، نعملها دايره اهو.
بالطريقة دي. عايزين بالنشابة، عايزين بإيديكم براحتكم خالص، بس ما تبقاش يعني ما نبططهاش قوي المرة دي، أنا عايزاها بس بالشكل ده. طيب بعد ما بعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بسكينة، بحرف السكينة، بأي حاجة عندكم، خليني أهي بصوا معايا كده، قربوا، أيوة باجي هنا أهو. بصوا هو المفروض عشان تعملوها صح ومظبوطة نلاقي هنا ولا لا. طيب مثلا أهو، خلينا ناخد دي مثلا أهي، تمام، ونعملها كده بالشكل ده، يبقوا مظبوطين كلهم زي بعض بنفس الشكل ده، وندوس عليها. حلو، هي بقت عندي كده، بس خلوني نتأكد انها متقطعة كلها، هي بقت عندي كده مظبوطة. خلينا نجيبها هنا ونعملها كده. طيب تيجي المرحلة التانية او المرحلة اللي تليها، هاخد اللبن مع بياض البيض مع الخل عشان يشيل معايا الزفارة بتاعتها تماما. الفطاير دي بعد ما نعملها كده بنسيبها برضو تستريح 5 دقايق تانيين عشان تبقى معانا حلوة، واقوم مقلبة الكل ودهناها اهو بالراحة كأننا بنسقسقها بس كده اهي. ندخلها الفرن على درجة حرارة 180، هتبقى معاكم حلوة جدا ورائعة لحد ما تاخد التحميرة بتاعتها. طيب دور السمسم هنا ايه؟ دور السمسم هنا طعم وشكل، طبعا بنعملها بالشكل ده اهي في النص فقط لا اقل ولا اكتر، في الحتة اللي احنا عاملينها في الدايرة. ممكن تعملي اي نوع حبوب عندك، وادوس عليها بصباعي عشان تتثبت معانا شوية اهو بالشكل ده. اسيبها تستريح 5 دقايق كمان وادخلها الفرن على درجة حرارة 180، هتبقى معاكم حلوة جدا. خلينا نريحها هنا، بتبقى رائعة 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 وطعمها لا يقاوم.